بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نتكلم على جزئية الجزء اللي هو البادي بقى، وجزء الكونتنت نفسه ازاي نعدله ونخليه ينفع برضو مع الموبايل ابلكيشن. اول حاجة يعني نتكلم على الشاشة بتاعت البوست دي. تعالى نعمل شوية حاجات صغيرة كده هتصلح او هتظبط الابلكيشن بتاعنا. تمام، ده مثلا التمبلت اللي هو اسمه هيرو. ممكن بس نغير الايقونة، وبدل ما هي واخدة الايقونة بتاع الابلكيشن تخليها تاخد ايقونة برضو ماشية مع البوست اللي هي الكومنت. تمام، يهمنا بقى الجزء ده. انا دلوقتي عامل كلاسيك ريبورت. طيب مفيش حل تاني، تعالوا نجرب بقى الافكار اللي احنا عارفينها قبل كده. كان فيه تمبلت اسمه او نوع ريجن اسمه ريفلوت. ريفرو ريبورت بيعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوفه كده. زي ما انتم شايفين كده، ده الريبورت زي ما احنا شايفين قدام. طب ايه اللي بيحصل لما بيصغر؟ زي ما انتم شايفين طبعا هي كبرت شويه عشان بس الريبورت فيه كولم مش مهمه. تعال نخفيها الاول. تعال نخفي اليوزر والاي دي. مش محتاجينهم خالص. تمام، ده الريبورت بتاعنا اللي احنا غيرناه. لو عملنا انسبكت المنت كده وصغرنا شويه، هناخد بالنا ايه اللي بيحصل. بينزل بالريبورت اللي تحت، الكولم بتنزل لتحت. شايفين بينزل، بيتحول الاعمده بدل ما هي كانت جنب بعضها بقت تحت بعضها. حتى عشان تبان اكتر، تعالوا الاول نلغي الكولم التاني اللي هو البوست ده. تعالى نخلي كمان البوست ده نخليه هيدن، او خليه ما يظهرش اصلا. تمام، ده الريبورت باسهل صوره. لما اعمله انسبكت المنت كده ويبدا يظهر زي ما انتم شايفين كده، بدا ينزل على اكتر من سطر. تمام، على حسب الديفايس. ده شكل عندي انا ممكن استخدمه. طب هل في تمبلت تاني؟ طبعا في تمبلت تاني، وليكن اللي هو اعتمادا بقى، ده اعتمادا على الريبورت نفسه او ريفلو التاني يا جماعه، اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه كولم توجل. تعال نشوف بقى الكولم توجل بقى شكله ايه. الاتنين دول اصلا كانوا قبل كده في التمبلت القديم مع الموبايل انترفيس فقط. هو بقى كله ظاهر كده، ولكن انا اللي بحدد بيبدا يخفي اعمده. وانا اللي بحدد من هنا الاعمده اللي تظهر واللي تختفي. انا دلوقتي خليت ثلاثة بس، ممكن اخلي البوست يختفي، فبالتالي بقى شكله ايه زي ما انتم شايفين كده. ده شكل تاني، يبقى ده شكل اسمه كولم توجل. انا اقدر استخدمه مع الموبايل ابلكيشن. هو بيظبط لوحده وبيخفي اعمده على حسب الترتيب اللي انت عامله. يبدا يخفي اعمده كده على حسب الترتيب اللي انت ايه عامله. ده شكل. ولكن الافضل بقى ان احنا نرجع للفكره اللي احنا كنا عاملينها قبل كده لو انتم فاكرين، ان انا اخليه ميديا ليست. تمام، وده اللي هنعمله في الدرس الجاي. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا في الدرس ده ازاي نستخدم الكولم توجل اللي هو بيجيب لي الاعمده وهنخفي منها اللي انا عايزه، او الريفلو اللي هو بيحدد لك الاعمده واوتوماتيك اول ما تصغر الشاشه الاعمده كلها موجوده يبدا ينزلهم تحت بعض بدل ما هم جنب بعض. نتقابل ان شاء الله في الدرس الجاي.